كلنا بنشتغل وكلنا بنتفحت في الشغل، ما أنا لازم أعمل كده واستحمل ضغوط كتير عشان أنجح. أيوة أنا واقف. بس جرب كده تعمل حاجة وتحبها وانت مش مستني منها مقابل. أنا بعمل كده، ناس بقت بتحبني بس عشان بقيت أوريهم ضحكتهم أحلى، وممكن لايك من حد ما تعرفوش يغير لك مودك طول اليوم. لما تعمل حاجة تفرح حد انت كمان هتفرح قوي. انتي خليتيني اعمل اللي فرحني. شكرا كاميرتي.